Welcome to the Diplowomen podcast, where we will be talking with and about incredible women mediators, facilitators, negotiators, ambassadors, peacemakers, peace builders, and more. I am Karma Ekmekji, and I will be your host in this journey of mainstreaming the women peace and security agenda into our lifestyles. With a focus on the Arab region, the Diplowomen podcast comes to you in collaboration with the Issam Faris Institute for Public Policy and International Affairs at the American University of Beirut, and is made possible by the generous support of UN Women. The Arabic subtitled video edition is available on the Diplowomen podcast YouTube channel. عم نفكر على العالة مع الدكتورة نزهة الشقروني من المغرب بحلقة جديدة من The Diplowomen Podcast. الدكتورة نزهة خبيرة بارزة بمركز الدراسات والأبحاث الجنوب الجديد في المغرب، شغلت منصب سفيرة المغرب بكندا، كانت نائبة بمجلس النواب المغربي، وحاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون بباريس. هي أيضا عضوة في الشبكة المغربية والعربية للنساء الوسيطات. دكتورة نزهة، أهلا وسهلا فيك بذا ديبلومن بودكاست. شكرا، سعيدة باللقاء. يعني سيرتك الذاتية غنية جدا. لما كنت عم بقرأ عنك ما عرفت من وين بدي بلش، عن شو بدنا نحكي. عندك تجارب كثيرة بمجال الدبلوماسية، بالسياسة، بالأكاديمية، على الأرض، يعني هناك مواضيع كثيرة فينا نتطرق لها معك. وحابة بلش بأول سؤال، يلي هو سؤال جدا بسيط: شو اللي أدخلك على المعترك السياسي؟ بالفعل أنا كنتمي لجيل في المغرب، يمكن نقول أنه من أول الأجيال اللي مشت للجامعة، وكان بالنسبة لنا العمل السياسي والعمل النقابي كل طبقة المثقفة هي تنتمي إلى تيارات سياسية، خصوصا اليسارية منها والاشتراكية منها، بإرادة قوية للمساهمة في تحقيق الديمقراطية في البلاد. ولكن كنا في نفس الوقت جيل منفتح على القومية العربية، القضية الفلسطينية وكل ما يجري في الوطن العربي، فكنا نعتبر أننا نحن الجيل اللي يقع على كتف بناء أو مساهمة في بناء مجتمع عربي ديمقراطي. إذن هذا كان أول مدخل، أول دافع يعني. أول دافع، وبالتالي في إطار الجامعة كان مجال خصب للعمل النقابي والدفاع عن قضايا الطلابية، ولكن في الحقيقة الدفاع عن القضايا الطلابية كان هو فقط غطاء للعمل السياسي. طبعاً. بالتالي كان العمل السياسي هو شيء يعني من خلاله يمكن نقول أنه نبني الشخصية المغربية، ومن خلاله أننا نحقق الذات كأشخاص اللي كانت عندهم إرادة حقيقية للمساهمة في بناء المجتمع. بس بعدين كونك امرأة بمجتمع يعني ممكن نسميه أبوي في المغرب، كيف قدرتي أنه تضلك عم تتقدمي بهذا المجال؟ محقق أنه إذا كانت الثقافة السائدة بالمغرب كانت ذكورية، يمكن كان من حسن حظي أنني نشأت في عائلة جد متفتحة، فكان منذ البداية يعني أول كلمة قالها للأب ديالي وأنا رايحة على المدرسة، قال لي أنت غادي تكون لك الحرية في اختياراتك في كل ما يتعلق بحياتك. جميل. على المستوى الشخصي، على المستوى التعليمي، على كل المستويات. لابد أنه السياق المجتمعي الذي كنا نعيش فيه كان فيه واحد النوع من مشاكل سياسية تعاني منها الطبقة السياسية، خصوصا التي توجد في المعارضة. يعني لم يكن هناك مجتمع ديمقراطي لكي يسمح بواحد الممارسة ديمقراطية، وبالتالي كان هذا واحد النوع من ديفي، تحدي. وأعتقد أنه ولدت وأنا مرتبطة، حياتي وفكري ورؤيتي كله مرتبط برفع التحديات. يعني هذا غادي نكتشفه من بعد، لما وجدت نفسي دائما في مواقف لتطالب مني أن أتحدى.
فإذا هذا جزء أعتقد من شخصيتي ولكن كان لابد أن أنميه. فمن هنا بدأت في العمل في النقابة الوطنية في النقابة المتعلقة بالطلبة المغاربة وهو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. كان ربما هذه المدرسة الأولى اللي بنت فيها شخصيتي النقابية ولكن كذلك برؤية سياسية. بعد ذلك قريت في باريس في السوربون. باريس فرنسا هو واحد الوطن اللي هو منفتح واللي فيه الديمقراطية وحرية التعبير، فكان الفضاء واسع بالنسبة لي وكان واحد يعني تشجيع اللي خلاني أنني انخرط في العمل السياسي بكل أريحية. ولكن لما انتهت الدراسة وكان بودي العودة إلى المغرب، لأن احنا كنا كيف قلت جيل لنؤمن بأن البناء يتم من الداخل والتغيير يتم من الداخل، فكان بالنسبة لي العودة إلى المغرب شيء ضروري لا رجعة فيه، وفي نفس الشيء كيفاش نصبح فاعل حتى يكون فعلي سياسي له واقع في المجتمع، ترجم على الأرض بالضبط. فاضطررت للانخراط في حزب سياسي اللي هو اشتراكي، فين كنتلاقى مع فكري اللي هو كان شيئا ما ثوري آنذاك. وبدأت يعني العمل في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكان بالنسبة لي المدخل الديمقراطية هي القضية النسائية. المدخل لعملك كانت القضايا النسائية منذ البداية. شو كانت الأولويات يعني لما أنت دخلتي على البرلمان المغربي؟ شو كانت أولوياتك؟ شو كانت التحديات بوقتها اللي كانت عم تواجهها المرأة المغربية؟ هل تغيرت الآن؟ وكيف كانت تجربتك؟ العمل السياسي بطبيعة الحال احنا كنا في المعارضة، وكان الإرادة الحقيقية هو التغيير، أو المطالبة من داخل الحزب لرفع المطالب القضايا النسائية وضعها ضمن الأولويات الحزب. وهذا شيء آخر، ربما كان الخطاب بالفعل يعطي أولوية ولكن على مستوى الفعل فإحنا جزء من المغرب، وبالتالي كان كذلك النضال في الداخل. في 1998 الحزب الاشتراكي مر من المعارضة بعد 40 سنة إلى الحكم، بحيث حرزنا على المناصب الأولى، وأنا ذاك تقلدت منصب وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة. وهنا كان على عاتقي شنو هو القطيعة اللي يمكن نعمله مع المجتمع، فكسياسية بل لأنه المدخل الأساسي للتغيير هو العمل السياسي، فبطبيعة الحال مع المجتمع المدني، لأنه لابد من تسطير على أنه مجتمع مدني مغربي نسائي كان في يعني أوج العطاء. وهذا العمل والشراكة ما بين الحكومة والعمل السياسي داخل الأحزاب والمجتمع المدني أعطى قوة لكل المقترحات، فكان دعم من كل هذه الأطياف لتقديم اقتراح للحصة الكوتا. يعني أنت دخلت البرلمان ما كان في كوتا. لما طلعنا احنا الحكومة كان برلمان من 325 عضو في نائبتين، فكان بالنسبة لي لابد من تغيير هذه الصورة. نعم. وقلت أنه أول امرأة وزيرة في الحكومة، من يعني واجبي ستريكت مينيموم أقل الأمور. قدمنا لائحة، وقدمت لائحة وطنية على المستوى الحكومي التي تضمن 20% للنساء. 20 كأول خطوة كانت. كأول خطوة لم أنجح 100%، نجحت 50%، لأنه بعد تفاوض ونظرا لأنني كنت المرأة الوحيدة يعني عم تخوض المعركة لوحدك. حنحكي بعد شوي عن بناء التحالفات. أيوة أوكي، خلينا بس مرينا وقدرنا نمرروا هذا المقترح اللي تم تنصيص فيه على 10% ضمن لائحة وطنية للنساء، وبالتالي البرلمان في سنة 2002 وأنا دخلت البرلمان عن طريق اللائحة الوطنية التي خصصت للنساء، بحيث كان 11% من الحضور النساء داخل البرلمان المغربي. الأساس لماذا الحضور ولماذا البرلمان؟ لأننا نعتبر أنه أولاً مجال لمراقبة الحكومة، وبالتالي للنساء الحق في مراقبة العمل وإلى أي حد العمل الحكومي كي يعطي فرصة ومجال للقضايا المرأة، هذا من جهة. واللي أهم من ذلك هو التشريع، فكل قوانين الموضوعة لم تكن تعنى وتأخذ بعين الاعتبار قضايا المرأة وحاجياتها، فكان بالنسبة لنا وجود النساء ولو أنه ب10% فقط على الأقل حديث وزعزعت هذا العقل الذكوري وهذا المجتمع الذكوري.
ومن جهة أخرى كان للحضور النسائي في البرلمان وقع على المجتمع. أنا أتذكر لما كنت في الثمانينات وأنا مرشحة أدق على الأبواب في إطار الحملة الانتخابية، فيقول لي امرأة حتى الرجال ما استطعوش يحققوا، فكيف النساء؟ باعتبار أن السياسة هو مجال للرجال والمرأة مجال، أنت تعرفين. واليوم اليوم تغيرت المشهد، تغير المشهد، يعني المجتمع كيشوف على أن المرأة قادرة للمرافعة، للدفاع، للتشريع، للمساهمة، وهذا جعل أن المرأة أصبحت فاعل سياسي مقبول من طرف المجتمع. فإذن على المستوى الثقافة السائدة للمجتمع كان بس سؤال برأيك الثقافة اللي تغيرت والمشهد اللي تغير كان سبب الكوتا؟ مؤكد ساهم، أنا لا أقول تم تغيير حتى لا، يعني ساهم في فتح مجال للتغيير. بعده 10% هلأ ولا؟ لا الآن وصلنا 25%. وفقط لما يعني ما بقيناش واقفين عند البرلمان، ففي 2007 عملنا نفس الآلية اللي هي الكوتا، حققناها كذلك على المستوى المحلي، وهنا كذلك مهم جدا لأنه لابد من الوعي بأنه على المستوى المحلي اللي كيقوم التوعية وكذلك القيام بالأشياء وتلبية الحاجيات الملحة والذاتية للساكنة بما فيها النساء. نعم، ومع كل هالتطورات اليوم المرأة المغربية شو التحديات اللي عم بتواجهها؟ هناك تحديات، شوف التحديات هي كذلك ستتطور، فإذا كان وصلنا ل 25% فالطموح أولا المغرب، وهذا نصص عليه الدستور الجديد ل 2011 هو تحقيق المناصفة، يعني احنا نأمل لأنه المجتمع هو مجتمع 50% منه من النساء، فلا بد أن التمثيلية والحضور على كل المستويات سواء القرار الإداري أو الدبلوماسي أو السياسي أو النقابي يكون في حضور للمرأة. هناك كذلك لا بد أن ننتبه لأنه وجود الشابات بشكل قوي وبنظرة جديدة خصوصا في مجال الرقمنة، إذن هناك تحديات مطروحة. ولكن اللي بان من التحديات الأساسية اللي كتبان لي هي المسألة ديال العنف، العنف ضد المرأة، ولكن كذلك التطرف العنيف، لأنه لو هذه الظواهر يجد مشينة ومؤثرة كثيرا على مجتمعاتنا وتأثيرها هو مزدوج على النساء، فالنساء ضحايا العنف، ولكن في بعض الأحيان قد يوظفن كذلك خصوصا في التطرف العنيف للقيام بتفجيرات. وإذن هنا المجتمعات مطروح عليها حماية المرأة عن طريق القوانين، ولكن دور المجتمع المدني للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ولكن هذا التكفل إذا كان على مستوى النفسي وإعادة والجبر وإعادة الإدماج داخل المجتمع عبر مثلا برامج سوسيو اقتصادية، فهذا كيتطلب كذلك إرادة قوية من الدولة لتمويل ودعم هذه المشاريع. إذن كنقول أنه التحدي هو تحدي مشترك، ولكن ما يمكن هذا المشترك يعطي نتائج إلا لكان كل جانب يتحمل مسؤوليته كاملة، وتكون هذه الإرادة السياسية اللي أعلن عليها صاحب الجلالة في عدة مرات أن تترجم داخل الحكومات المتتالية بتفعيل هذه القرارات وبتفعيل الدستور بما فيه تفعيل المناصفة. إذن هذا من أهم التحديات. خلينا نحكي شوي عن بناء التحالفات، يعني حكينا بهذا الموضوع شوي تحت الهواء. حابة أسألك قديش المرأة فيها تتقدم بالأجندة النسوية أو الأجندة المرأة والأمن والسلام لحالها، هل هذا الشيء ممكن؟ الإطار هو اللي كتحدثي عليه هو أجندة المرأة والسلم Women, Peace and Security. هذه المظلة هي في الحقيقة كتعلق بالمناطق التي تعاني من نزاعات مسلحة، ولكن لابد أن نفهم أن الأمن والسلام هو بالمفهوم العام كذلك الوقاية طبعاً من النزاعات طبعاً. ونحن نرى أن الأمن والسلام هو ليس فقط مرتبط بالنزاعات بل مرتبط بالأمن الداخلي،
والسلم الداخلي والأمن وحماية النساء كما قلت من العنف الوقاية ديالها، ولكن هناك كذلك الكوارث الطبيعية، المشاكل الإيكولوجية، الإقصاء الاقتصادي. إذن هذه كلها أشياء تهدد الأمن والسلم في مجتمعاتنا. الآن كيف الوصول إلى الأمن والسلم؟ كيف تحقيق المساواة؟ كيف جعل المرأة تقوم بدورها الحقيقي والمنوط بها؟ أنا أؤمن على أنه العمل داخل وتقوية الجبهة النسائية مهم جدا في إطار مقاربة تشاركية تجمع النساء داخل مناصب القرار، ولكن كذلك المجتمع المدني بما فيه ما نقوم به في إطار شبكات النساء وسيطة السلام. هذه مسألة أساسية وهذه هي الأرضية اللي يمكن أن نشتغل من إطارها. لكن في نفس الوقت لابد أن نعي أنه لا يمكن عزل النساء ونبقى على جانب أو على هامش المجتمع نطالب. لابد من تقوية تحالفاتنا من وسط الحكومات ومن وسط كل وضوح الرجال. هناك حلفاء لابد أن ينضموا ويصطفوا مع المطالب ومع تحقيق هذا السلم وهذه المساواة. إذن نحن في حاجة إلى، لأن مسألة المرأة هي ليست مسألة نساء، هي مسألة سياسية أمنية بكل المقاييس، يعني تحالفات أفقية وعمودية بالضبط. ولهذا أؤمن، وهذا أنا اللي يمكن نقول من تجربتي الشخصية، باش نمرروا المسألة ديال الكوتا كان لابد من تحالفات مع رجال اللي هما نافذين في السلطة. فكان مثلا رئيس الحكومة، وزير الداخلية، رئيس البرلمان، الأمين العام للحكومة، وزير العدل. إذن كان تعبئة للمرافعة من طرف المجتمع المدني، وكان عمل لرصد شكون هما اللي يمكن يكونوا الحلفاء. هاد الحلفاء كتمشي عندهم، كتناقشي معاهم، كتفاوضي معاهم، تعطي معنى شنو معنى العمل النسائي ووقع على المجتمع وشنو هي المسؤولية المشتركة كرجال ونساء. إذن أنا أؤمن أنه الفترة المقبلة لابد أن نعي بشكل عميق ضرورة خلق تحالفات مع الرجال الذين يؤمنون بهذه القضايا، بالسلم والأمن وبالمشاركة الحقيقية للنساء، لتكوين واحد نوع من الجبهة فيها رجال ونساء من أجل الدفاع وإحقاق المساواة. بسمع كتير أنه لما مثلاً مرأة في الوزارة أو امرأة بالبرلمان مثلاً، أنه دور رمزي أو رقمي، وأنه منا ما عندها الكونكشن، ما عندها العلاقة مع الأرض، وما عندها المفهوم النسوي، أو مش عارفة شو هي الأمور يلي النساء ببلدها عم بتعرضوا لها والتحديات يلي عم بتعرضوا لها. كتير بسمع هذا الكلام، يعني بنسمع أنه مثلا بليبيا في 5 وزيرات ولكن لا يمثلنا النساء، أو بلبنان في نساء في البرلمان ولكن هم وصلوا بسبب أحزابهم وما كان ما بيعرفوا شو المواضيع اللي بتهم النساء على الأرض. كيف منجاوب على هيك اتهامات؟ في حقيقة طرحي قضية بالأهمية بمكان. علاش الأهمية؟ الأهمية هو أنه بالانضمام إلى ميكانيزم الكوتا مثلا قد يفرغ من محتواه العمق ديال القضية، لأن إذا ارتكزنا فقط على الأرقام وقلنا نجيب 20% من النساء، بالطبع كيبقى السؤال المطروح شكون هاد النساء. أنا أؤمن على أنه الرجال مثل النساء لابد أن يكون مرتبطين بالأرض وبالأرض، صح 100%. هذه نقطة جوهرية وأساسية وشرط أساسي بالنسبة لي، وأنا أتفق مع كل اتفاق، وإلا تصبح في بعض الأحيان النساء لا تقمن بما يجب القيام به لأن ما عندهاش وعي أصلا بشنو هما الإصلاحات المطلوبة، وليس لها ارتباط مع القواعد، وهي لا تكون في آخر المطاف حاملة لإسماع صوت من تمثلهن. هذا الربط وهذا العمل اللي خصو يكون على المستوى الأفقي
ضروري ولهذا أؤمن على أنه لابد من الارتباط، ولكن كيف الارتباط؟ وهو الانخراط في العمل السياسي، للنساء أن تأخذن المبادرة وكيل بخين لوغ ديستا أنتخ لوغ ما هما قدرهم أن يكون فاعلات. وأنا لا أقول كل نساء لهن الاختيار، ولكن الريادة والليدرشيب نساء رائدات ولكن يتحاشون العمل في السياسة باعتبار أن العمل السياسي هو مرتبط بمرتبة السياسية هي الأخلاق. لابد أنه نبني سياسة مبنية على ندخل الأخلاق بالسياسة، لازم ندخل الأخلاق، ندخل الأخلاق بالتأكيد. أننا كنعيشوا في الأوطان ديالنا ويمكن العالم بشكل عام يعيش أزمة ديمقراطية، وهذا شيء خطير على مجتمعاتنا، خصوصا التواقة الى بناء ديمقراطية كمدخل اساسي للمساواة. وانا اربط المسألة ديال الديمقراطية وحقوق الانسان وحقوق المرأة مع حضور النساء ومع السلم واستتباب السلم والامن. اذن هذه كلها قضايا كبيرة، ولهذا لابد تكون الرؤية واسعة ومتكاملة، وأؤمن أنه التمثيل حتى تكون ناجعة وتعطي بالفعل وتحقق الطموح ديال المجتمع آمن، لابد أن يكون هذا الالتصاق بالجراس روت، يعني بالعمق المجتمعي، وحتى تكون النساء في القاعدة تساهمنا عبر النساء لكي يمثلهمنا، وإلا فيتم بعض الأحيان إقصاء هؤلاء النساء كذلك من طرف نساء أخريات، وهذا لا يمكن أن نعيد الإقصاء عن طريق النساء. فهذا لابد أن نتنبه وأن نكون يعني مصممات على تجاوز هذه القضايا. من خبرتك أو من تجربتك بالسياسة، هل حسيتي بوقت من الأوقات أنه كان في تمييز ضدك؟ هل حسيتي أنه في ممارسة عنف سياسي ضدك من خلال عملك اللي عم تقومي فيه؟ بالتأكيد. شوف، المجتمعات الذكورية هي بشكل تلقائي و انكونسيون بدون وعي كتكون كتمارس واحد النوع ديال الذكورية، والذكورية في حد ذاتها إقصاء للنساء وفي حد ذاتها عنف سياسي. فلما يتم، شوف، العمل السياسي كان في يعني معظم الأحيان الرجال يلتقون بالمقاهي لتحديد الخطط السياسية، نحن نلتقي في المقرات السياسية للعمل السياسي، وبالتالي كيكون لا على مستوى الانفورماسيون معلومة، المعلومة في بعض الأحيان لا نكون في نفس المستوى من المعلومة. وأنت تعلمين سيدتي أنه إذا لم تتوفر لديك المعلومة access to information يعني فلا يمكنك أن تبني. على ماذا تبني؟ إذن كان دائما واحد الميز يمارس على النساء منه، وبالتالي كيكون كيطلب منك جهد كبير أنك يكون عندك تحالفات مرة أخرى حتى تضمني لنفسك أنك على الأقل يكون عندك جزء من المعلومة اللي غادي يوفر لك الإمكانية لكي تكون ناجعة وصوتك مسموع. إذن هذه قضايا اللي كتطلب نوع من لا فيجيلانس، لأنه المسألة ديال الثقافة الذكورية هي لا زالت حاضرة، وهذه الثقافة الذكورية بالطبع أننا نتغير. مثلا المجتمع المغربي عمل خطوات جد هامة على مستوى التغيير، وهذا لا يعني أنه انهينا كل المشاكل، نعم. ابدا، كان يعني جزء كبير من الاشياء، ولكن لابد اننا نعي. شوف، المفتاح هو التربيه على المواطنه وعلى المساواه. اذن خصنا نوعى انه الا بغينا النساء نوفروا ونعطيو لهم امكانيه باش يكونوا يساهموا بشكل فعال، طبيعه الحال خصهم يكونوا في كل مراكز القرار كما قلت، الدبلوماسي، في طاوله المفاوضات من اجل السلام. هذه مساله اساسيه. علاش؟ لانهم هما ذاك الربط ما بين المسؤول وصاحب القرار ومع النساء مثل ضحايا العنف وضحايا النزاعات من جهه، ولكن من جهه اخرى اونافال خصنا نبنيو الاسس المجتمع. لا يمكن نبقاو اننا كنحلوا غير المشاكل، لابد من وقايه، والوقايه تبدا في التربيه على المساواه وعلى احترام حقوق النساء. لابد ان نتنبه للاعلام، وحنا في دور الاعلام كبير، دور الاعلام، لانه الاعلام هو ماشي كيجيب راي ولكن هو صانع للراي، وبالتالي خص يكون حضور النساء وحضور لبرامج
اللي هي كتعطي الإمكانية. اليوم الشبكات السوشيال ميديا مثلا هي كتلعب دور مهم جدا، ولكن فيه واحد الجانب اللي كنتنبهوا له فيه خطورة كذلك، فلا بد انه تكون واحد نوع من التأطير للشابات باش هذا المجال ديال الرقمنة يصبح واحد المجال كذلك يساهم، لانه فرصة بالنسبة للنساء يعني للمساهمة ولي pour s'imposer للفرد نفسها كرائدة وكمرأة وكفاعلة حقيقية وكجزء من الحلول المرتقبة. فالنساء هن جزء من الحلول التي تطمح إليها مجتمعاتنا. يعني معالي الوزيرة، السفيرة، النائبة نزهة الشقروني، شكرا على وقتك وشكرا على العمل يلي عم بتقومي فيه. بتمنى لك كل التوفيق وشكرا انه عطيتينا وقتك على The Diplowomen Podcast. شكرا لك، شكرا على لطفك.